قصتنا اليوم هي عن مريضة أو مريض اليوم كان يتكلم عن أن عنده انزلاقات غضروفية في الرقبة. طيب، فجاء سألني سؤال، قال لي أبو يوسف دكتور عثمان، الألم والانزلاق الغضروفي اللي في رقبتي تتوقع بقى يعني تشخص عن طريق بعض الأشعاعات وغيرها، هل تتوقع اني اقدر ارجع انسان طبيعي؟ سؤال مره كبير، والشخص اللي جاني عمره 30 سنه، نحيف يعني، جسمه ما هو بسمين، ولا يشتكي من اي مشاكل صحيه ثانيه. راح عند احد الزملاء وعمل له يعني، كان شايل شيء ثقيل، صار عنده الم في الرقبه، فعملوا له اشعه وكانت هذه النتيجة. خلينا نحاول أوريكم النتيجة بدون لا أطلع الاسم. فقالوا له تعال شوف، أنت عندك هنا العمود الفقري فيه استقامة، وعندك هنا انزلاق غضروفي، وهنا في عندك انزلاق غضروفي، وهنا عندك انزلاق غضروفي، عندك 3 انزلاقات غضروفية، تمام؟ فحاول إنك ما تجلس كثير على الكمبيوتر، حاول يعني إنك ما تشيل أشياء ثقيلة، وانتبه أنك تعرض رقبتك المجهود، وحاول أنك تسوي علاج طبيعي، وإن شاء الله أن أمورك تكون يعني كويسة. بس ترى كثرة الجلوس والجلسة على الكمبيوتر هذه بتسبب لك مشكلة. الرجال حياته كلها يعمل على الكمبيوتر. فجاني عقب بدأت مشكلته في رمضان، فكان سؤاله عندي ديسك في الرقبة، أنا بس أبغى أعرف هل أرجع شخص طبيعي؟ الجواب كان كالآتي: يا جماعة، يعني الأشعة واللي موجود في الأشعات مو بشرط أنه يكون هو السبب في المشاكل الموجودة عندك. بمعنى إحنا نعمل أشعات لسبب أو لهدف أنه إحنا نربط الأشعة بالأعراض اللي يحس فيها المريض. طبعا هذا المريض حوله شاف استشاريين يمكن 2 أو 3 من زملائنا، اللي قالوا له ما تحتاج الآن، ما تحتاج يعني تدخل جراحي، أنت تحتاج شوية علاج طبيعي، والمريض كل الآلام اللي كانت موجودة عنده تحسنت بشكل كبير كبير، بشكل يعني راحت الآلام اللي كان يحس فيها، لكن مترقب وخايف أقدر، هل هذه المشكلة راح تأثر عليه في حياته المستقبلية ولا لا؟ ما يعني وجود التغيرات اللي موجودة في الأشعة اللي شفتوها قبل شوي لا تعني أنه أنت حظل طول عمرك إنسان تعاني من آلام في الرقبة. هذه المعلومة غير صحيحة. إحنا طبيا لا نعالج الأشعة، إنما نعالج أعراضك. أبعطيكم مثال: ممكن تلاقي شخص عمره 20 أو 25 سنة وشعره كله فيه شيب، هل معناته هذا الشخص كبير في العمر؟ لا، ممكن يكون فيه تغيرات لها أسباب طبية لا تستدعي وجود آلام في الجسم. أنا أعرف رياضيين كثير يلعبون في الدوري المحترفين، عند لو تشوف أشعاته فيها انزلاقات غضروفية أكثر من اللي موجودة هنا، لكن ما يشتكي من ألم. إذن اللي موجود في الأشعة لا قيمة له من ناحية كلينيكية أو من ناحية سريرية، من ناحية طبية، ما يفسر الآلام اللي موجودة عندك. طبعا ممكن أنك ترجع شخص طبيعي، ممكن أنك تمارس حياتك بشكل طبيعي، بل بالعكس إذا ما رجعت إنسان طبيعي معناته البرنامج العلاج الطبيعي حقك غير صحيح أو غير ناجح. طيب إيش يعني أنا لما أجلس على الكمبيوتر يجيني ألم؟ أفسر لك إياه بمثال بسيط. المثال هو كالآتي: اليوم لو واحد زيي ولا زيك، أنت اللي الحين قاعد تسمعنا وزيك، جيت قلت له أباك تروح للجيم وتشيل حديد وأبغاك تشيل 100 كيلو، تتوقعون رح يقدر؟ أو لو أنا جيت قلت لك أبغاك من بكرة تركض 10 كيلو، رح تقدر؟ أكيد بتقول الجواب لا ما أقدر، لأني أنا يعني ما قد تمرنت على هالموضوع. لكن لو دخلت في تمرين والتزمت فيه لمدة 6 شهور، تتوقعون رح تقدر؟ أكيد رح تقدر. فإذا نفس الحكاية، تبغى تجلس على الكمبيوتر لمدة 7 ساعات بسبب طبيعة عملك، تقدر، لكن لازم تتمرن زي كأنك تبغى تشيل 100 كيلو. لازم يكون جسمك، عضلاتك قادرة على تحمل الحمل هذا، طبيعة جسمك تكون قادرة على تحمل النوع هذا من النشاطات.
كل شيء بالتمرين وبالتدريب تكون قادر عليه. وإذا جهزت جسمك وجهزت جهازك العضلي وعمودك الفقري راح تقدر أنك توصل للهدف اللي أنت تبغاه بالضبط بالضبط، زي اللي يهدف أنه يمارس رياضة بحمل معين. فرسالتنا اليوم وجود أي تغيرات في العمود الفقري في الأشعة ليست بالضرورة حكم يعني قضائي أنه أنت لن تتحسن أو أنت شخص غير قادر على ممارسة حياتك ونشاطاتك بالشكل اللي أنت تحبه، ولا تقدر تشيل أوزان ثقيلة، ولا تقدر تتمرن، ولا تقدر تجلس على المكتب، وأنك دائما كل ما تحس بألم تقول إيه هذا عشان قد قالوا لي عندك انزلاق غضروفي. خطأ يا جماعة، كفاية اعتقادات خاطئة، وكفاية اللي بالي وبالكم ولا الأشخاص اللي يرسلون رسائل من زملائنا المتخصصين اللي يرسلون رسائل خاطئة. 90% من الأشخاص اللي يعانون من انزلاقات غضروفية ولا يصاحبها أعراض أخرى، زين، في بعض الأعراض لما تروح عند الأطباء ولا عند الجراحين ولا عند المختصين بيقول لك لا أنت عندك مجموعة من الأعراض هذه لها علاقة في الجهاز العصبي أو في الأعصاب، هنا ممكن إحنا الكلام يتغير. أنا أتكلم على اللي ما عنده هذا النوع من الأعراض، 90% ما يحتاج له إلا شوية مسكنات، علاج طبيعي، ويفهم مشكلته تتحسن أموره. أعطيكم مثال أخير. اليوم لو أنت تمشي وخبطت ركبتك في الجدار أو في الباب أو في الطاولة وصار عندك ألم، أسألك بالله راح تخاف؟ طبعا لا. ممكن يكون ترى الألم اللي يصك في الرأس، في أحيانا تخبط يدك ولا كوعك في الكرسي ويجيك ألم من اللي يعني يحب قلبك، وتقعد يدك تعورك لمدة شهر، لكن ما تكون قلق ولا تخايف لأنك عارف سبب الألم وعارف أنه بيروح. نفس الحكاية المشاكل اللي في الرقبة واللي في أسفل الظهر، تشيلك شيء ثقيل ممكن يصير عندك تمزق بسيط في عضلة في الرباط من أربطة العمود الفقري، بيصير عندك فترة فيها ألم، أكيد بيكون عندك ألم لأنك سويت شيء أثر على عضلاتك وعلى أعصابك، أو على عفوا على الأربطة اللي في الظهر أو في الرقبة، زين. حتى لو كان سبب لك انزلاق بسيط في الغواريف طبيعي، سويت شيء أثر على جسمك. طب هل هذا يعني أنك راح طول عمرك تتألم؟ أرجع مثال الكوع اللي قلت لك عليه قبل شوي، لا، راح تأخذ فترة معينة وبالعلاج، ولما تفهم إيش المشكلة وكيف تتعامل معها راح تنتهي هذه المشكلة تماما. وإذا ما قدرت أنك تتحسن من نفسك احتجت إلى مساعدة من ناحية العلاج الطبيعي أو غيرها، راح تقدر تأخذ هذا البرنامج أو تدخل في برنامجك التأهيلي وبعدين ترجع تمارس حياتك بشكل طبيعي، تمارس حياتك بشكل طبيعي ويعني تشيل الأوزان إذا أنت تبغى تلعب حديد، تجلس على الكمبيوتر بالشكل اللي يتطلب عملك، وترجع شخص طبيعي، شخص طبيعي. أو برنامجك التأهيلي لو احتجته يعتبر برنامج غير ناجح. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، ورجاء أنه ما نخاف، لأنه فيه أحياناً كثيرة الألم اللي يجيك يكون ألم طبيعي لفترة معينة، وهذا من رب العالمين، زي حساسات السيارة لما تيجي ترجع يبدأ الحساس يقول إلين تقرب يبدأ الحساس يستمر بصوت عالي عشان يقول لك ترى انتبه في شيء وموجود وراك. نفس الشيء الألم ربي معطيك إياه عشان تحس إنه ترى في مشكلة تعالجها وينتهي وترجع لحياتك بشكل طبيعي. الألم نعمة، ولما نفهمه نقدر إن إحنا نتعامل معاه ونرجع لحياتنا الطبيعية. أشوفكم على خير.